أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحوار الوطني شهد انطلاقة قوية، حيث تناول ملفات في غاية الأهمية مثل النظام الانتخابي وعدم التمييز. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري على ضرورة أو إلى ضرورة تحقيق عدم التمييز في الوقت الراهن. اليوم انطلاقة قوية جدا للحوار الوطني، انطلاقة في ملفات غاية في الأهمية، ملفات كانت محل اهتمام الرأي العام المصري منذ وقت طويل، سواء الملف السياسي كان هناك اهتمام من الأحزاب السياسية والقوى السياسية حول النظام الانتخابي. الملف الثاني وهو مرتبط بعدم التمييز، وده كان ملف يهتم به الرأي العام في الداخل والخارج، خاصة في أنه فكرة عدم التمييز فكرة مطروحة في دستور 2014 في المادة 53 بإنشاء مفوضية عدم التمييز. التغيرات اللي تمت في السنوات الأخيرة أظهرت أن هناك قصور في التشريع خاص بالتمييز، وده اللي استلزم أن تكون الجلسة الأولى عدم التمييز. عدم التمييز أعتقد أنه مهم جدا في الوقت الراهن. النقاشات اليوم كانت بتدور حول إنشاء مفوضية عدم التمييز، حول إضافة بعض المواد في قانون العقوبات المصري تجرم التمييز بأشكاله، الاتفاق على طبيعة جريمة التمييز نفسها، الركن المادي فيها والركن المعنوي. وأنا أتصور أن هذه الانطلاقة ربما تحقق آمال وطموحات قطاع كبير من المجتمع المصري، تيسر مهمة التعامل، تمنع التمييز في الوظائف العامة، تمنع التمييز بين الذكر والأنثى، تمنع التمييز بسبب اللون أو الجنس أو المعتقد السياسي أو الديني. وأنا أتصور أن ده أساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة اللي بننشدها جميعا.